عندي هنا مستشفى الأمور، أنا دلوقتي استشاري أطفال هنا في مستشفى الأمور، برضه فاضل لنا كام شهر كده ونطلعوا على المعاش. عندي 5 ولاد، يمنى بنتي الكبيرة دي كليوس تجارة إنجليزي، ومعاها دكتوراه في المحاسبة، وبتشتغل مع جوزها في الإمارات مع شفيقة. وابني اللي بعدها خالد ده معاه ميكروبيوس هندسة اتصالات، دكتور أحمد شلبي اللي هيشغلهولي في الكهرباء أظن. أقول شكرا للإخوان والإخوان كذا كلهم، أنا من الإخوان. إيه ما كنا إيه في المعارضة مضروبين بهم. أيوة إيه الوالدة في الحكم برضه مضروبين بهم، مش عارفين نشوف الوالدة. بيشغلونا وعندي خالد كريوس هندسة، وعندي رنا قاعد خدمة اجتماعية ومتجوزة من ثمار الثورة، يعني بنت دي متجوزة ضابط شرطة، مش طبعا زمان يعني معايا من الإخوان متجوزة واحدة ضابط شرطة يعني. وعندي بعد كده محمد سمية عمة، وعندي عمر في إعدادية. بنات الاثنين متجوزين، يعني مش عايز منهم حاجة، كل واحد يلم نفسه، عندي فكرة أنا عندي رجالة أنتم عايزينها. ف يعني في القعدة اللي احنا قاعدينها دي في واحد يعني ممكن تسميه رفيق العمر، رفيق العمر ده ما عادش بتلاقيه. ما تعرف واحد زي الدكتور اسماعيل، انا اعرف الدكتور اسماعيل لا اكثر من 50 سنه، كان عندنا 6 7 سنين عيال في اولى ابتدائي، كنت معانا هو في اولى ابتدائي. لما تعرف واحد مثلا من 55 سنه هتجيب تاني 55 سنه جديد. ففكر العمر ده بيبقى ثمنه غالي، ثمنه غالي ما عادش تتعوض. حد زي ما قلنا كنا بنذاكر مع بعض في الماجستير، وانا فاكر كان في مره ماتش كده بتاع تونس ومصر، احنا كنا بنذاكر في البكالوريوس، ما كنت عارف كنا اتفرجنا على مصر، قعدنا نعمل الوقت والساعه عشان نتفرج على ماتش ولا كان ها؟ 4 4 كان عندنا امتحانات. مصطفى ايوه. فكنت انا وعبد زغلول كنا ايه، كنا رفقه عيشه يعني، نروح عند بيته نفطر ونتغدى ونتعشى وبات 3 4 ايام كده، بعد امه ما تزهق منها فنروح عند امي 3 4 ايام برضه ناكل ونشرب. والحمد لله ربنا وفقنا على الاثنين، ونجحنا يعني وجبنا جيدا مع اخت الشرف، ما عملناش بيها حاجه. فانا كنت طالع في البكالوريوس، كنت طالع الاول على الدفعه في طب الشرعي. وانا فاكر الدكتور اللي اسمه صاحبي قالت لهم هاتوا لي ورقه الطالب ده انا عايز اشوفه. كنت بحب جدا الدكتور الشرعي. فلاقي ورقه فعلا الجواب اللي هو بيبعته لي ان انا مرشح لمعيد طب الشرعي. فرحت لابويا وقلت له ايه المعيد اللي بقى معيد في الكليه. هو زعل جدا، انا عامل كل ده عشان اشوف الدكتور بيسمعني. تروح في الاخر تكشف لي على الاسس. ده كشفت على الاسس، ده كشفت على الاسس. فطبعا الواحد يعتز بيه، ان الواحد يعمل نتائج حياته، يعني الواحد عمل رساله وعاش بالرساله دي. يمكن انا اديت للعلم الديني اكثر من اديت للسياسه، لان انا اديت للسياسه ما ادانيش حاجه. فانا نسال الله ان انا اديت العلم الديني يمكن تعمقت فيه شويه وحبيت فيه شويه، لان انا كان اصلا ميول ادبيه. انا احنا في الكليه جه كان راجل الشعر اسمه صراع الصاروخ ده، كنا عاملين ندوه في الكليه، وقلت قصيده وبتاع في الطلبه لسه، فنداني بعد نداني كده وقال لي انت في سنه كام؟ قلت له انا في ثالثه طب وبتاع. قال لي مش هتنفع، مش هتنفع دكتور كويس وبتاع، انت كذا وغيرك ناجي كده. خد سيبك من الموضوع ده وتعالى لي مصر وبتاع، انت كويس تنفع تمشي، عندك موهبه كويسه. رحت برضه قلت لابويا، قلت لابويا الحدوته طلعت في مخي خالص.
هو يقدر يتعرف، هو يقدر نفسه. احنا كنا تسعة اولاد، هو يقدر نفسه يطلع يقول للدكتور. وقال لك ايه الدكتور؟ فبعد كده فات الكليه وقال لي سنتين وتخرج عايز تعمل له شعر. فتاثر جدا ووعد سرح بيا بتاع 10 ايام عشان يقنعني ان يعني ما انت ممكن تكمل الكليه وبعد الكليه تبقى شاعر وبتاع ودي موهبه وبتاع. فانا ما رضيتش ازعله وكملت وفعلا دي فرصه يعني الدكتور علي فرص كثيره يعني. لو دي كانت الفرص اللي راحت على الانسان. والواحد برضه المفروض ان اولادنا يعني نسيب الموهبه تطلع ولا عايز يطلع في الاداب يطلع مش لازم يطلع. اي احنا بنتكلم في الظروف اللي بنقول عليها يعني. تعلمنا مش عارفين نتعلمها، مش هيتعلمها. ان شاء الله هيتعلمها. فيعني ولكن الحياه كلها يعني لما ما بنحبش كلمه ان احنا بنسمعها لاخواننا دلوقتي ان العمر ضاع. مفيش عمر بيضيع. العمر يا اما ليك يا اما عليك. ونسال الله ان احنا نكون كلنا زي ما قلنا كل اخواتي كلنا تزوجنا وربينا اولاد وعملنا بيوت ودي كلها قيمه وبصر بتسيبه في الحياه. يعني انا واحد ممكن يسيب ملايين بسيب انسان بلد صالح نافع للدنيا احسن من سيب فيه. فان شاء الله عمر ما ضاعش ويمتد فيكم وفي اولادكم ان شاء الله. احنا دلوقتي تعرف الجميل اللي حلو ده بتاعنا ما لازم نعمله. احنا عايزين ناخد بريك كده نسمع بس فيها شعر. نعم والله الشعر هو العواجيز مش بيسمعوا الشعر الشباب ما يسمعوش. احنا زمان كان في واحد يا والله كتبت بس يعني مش متذكرها قوي. انا مره كتبت حته كده من زمان قوي بس القصيده دي او المقطع ده انا ما اعرفش يلا محمد تعالى عشان تقول هو كان في يفسر كل اللي احنا في حياتنا يعني. كان بيقول لا ترضوني انا لست املك قبضتي ضاع في جيل الحياه هويتي وتلطخ المعنى الذي عشت الحياه اصوبه من اطلعي لا ترضوني حرفي غريب في معاجم نيتي علمته ان الوصول الى المرام اجل فرع حروفا بلا نقاط تعلم. الحروف اللي بيوم وكان لقاء يمير وقلت الي لكم اصدقاء
وعينه يبشر معنى الصبر خجول ويأخذ فيه الضيام، فلا عيب في البدر إن لم يراه صراط البصائر هم من أعمام، ولا عيب في النجم يبدو صغيرا فتلك ضريبة سكن العلام، ولكن عيبي أني رويت بماء أبار البوار أبا، وحدثت من يسكنون القصور ببهجة سكنة ما في الخلاء، ومن يهتدون نثارا سكينا فلا يرعون برف الأعراء، ومن مر يحدو بقلبه مرض ولكن دون رنين الخلاء، سيظهر حكما بصوت علي علي ولا يرضي الرجاء، وتحت ليالي ان المقتل كان اليك ترضى. يعني دلوقتي عايزين يعني اخونا اسماعيل نتفق على الله يرضى معاك، ده احنا يربطنا جدا ببعض. احنا بس معاك ان احنا نعم وانت عشان تقيم اسمع بس انا بس عايز بالنسبة للسكات الشكر يعني بيتوجه فيها فده حق مش حق. ده يعني احنا كمان الصحابة احنا يمكن كثيرة من بعضينا بيشتغل معانا دكتور يحيى السودان هو مسؤول الملكة الاجتماعية والراجل يعني يجي لك الفضل بعد الله سبحانه وتعالى. فأنا بس أرد فضل الله وإذا كان الاقتراح مني فكل التقديم من الدكتور يحيى. تفضل دكتور. الإفطار نتقابل فيه مع بعض.
فضلوا الفطر انت من الاطفال ضيوف المعنى الصغيرين دول يقول كلمة. من حد يقول كلمه؟ طيب هو في اقتراح من الراجل ده بيقول عايز اولاد الاطباء حد يقول لهم كلمه. مين عايز يتكلم في عيال الاطباء؟ انت مش اولاد الاطباء. السلام عليكم. احمد ايوب 2010 يعني لسه الدوق الصغير. انا حاليا تكليف مرض الغرور مرض التصوير يطلع في الصناصير كبير حمايه الطلبه. انا فخور جدا ان انا اساتذتي ومشاهده الاطباء في المنطقه الباهره ومتابعين في اجتماع زي النهارده، واتمنى ان دفعتي في يوم من الايام تبقى كده برضه. احنا بعد سنه خلاص عمل بقى نسال بعض. ان شاء الله يكون بحق. احنا مشفناهوش احنا ما نقدرش معين بقى الاخير. بس ففعلا ده يوم شرف للجميع مشاهده الاطباء في المنطقه يعني والباهره كله. شكرا. انت عايز تقول ايه بقى؟ الكراسي الفاضية املوها عشان يبقى في مكان بس عشان اللي في الجنب هنا اقعد يا فندم. ان شاء الله يا فندم. ايوه في مكان حاجة كده تقدر لهم. هو في